بالنسبه لبرنامج واستراتيجيات العمل المتعلقه بالشريبه، الشريبه التي نحن الان في صدد تاسيسها، سطرنا باستشاره مع عده فاعلين في المجالات التنمويه استراتيجيه من شانها تقويه الهياكل التنظيميه الاقليميه والمحليه وكذا الانشطه داخل المنظمه. وتتجلى هذه الاستراتيجيه في عده نقاط، اهمها ما هو تنموي، بحيث اتخذنا السهر على تحقيق اهداف التنميه المستدامه المسطره من قبل الامم المتحده، وكان شعارها 17 هدف من اجل تحويل عالمنا، نحن سميناها 17 هدف لتحويل اقليمنا. الامر يتعلق بالصحه الجيده والرفاه، التعليم غير النظامي والتعليم الجيد، المساواه بين الجنسين، المياه النظيفه والطاقه الصحيه، طاقه نظيفه، ثم العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الصناعه والابتكار والهياكل الاساسيه، الحد من اوجه عدم المساواه، ثم مدن ومجتمعات محليه مستدامه، الاستهلاك والانتاج المسؤولان، ثم لن نذكر اننا يجب ان نعمل كذلك على العمل المناخي. وكذلك بصفتنا منظمه موازيه لحزب الحركه الشعبيه، فوجب التركيز على اخر هدف وهو عقد الشراكات وتكثيف الجهود لتحقيق الاهداف. بالنسبه لباقي الاهداف وباقي الاستراتيجيه، اظن ان سنتركها للسيد الذي سيعين منسقا اقليميا، هو من سيغوصها المسار. الان اظن بانه سنعلن عن بدء لكي نفرز منسقا اقليميا، عفوا. سبق لنا اننا وجهنا الى جميع المؤتمرين على انه سيكون يوم 30 غشت هو اخر اجل لتقديم طلب الترشيحات والانتدابات كذلك. كان لنا فقط طلبين على ما اظن، نعم. السيد طارق مطيب ثم السيد عماد براسي، فليتقدم شكرا. تم سحب ترشيح السيد عماد، هو قد تنازل السيد طارق مطيب. اذا فاظن انه بالاجماع سنعلن ان السيد طارق مطيب هو المنسق الاقليمي لحزب الحركه الشباب الحركي. في ميمكنش انه سياسه تصفيق سليمه في هذا المغرب، نصفقوا باش نقولوا الله يسخر ما بقيناش قادرين، لابد من انتخاب ولابد من تصويت. وبالتالي نرجعوا للشباب ديالنا، لان كان مرشح اليوم التفتوا عليه جميع وقبلتوه جميع، ولكن لابد ان تشوفوا التصويت ديالكم، لابد تشوفوا بانكم انتم اقررتوا بان هذا يكون موسيقى اقليمي اللي غتشتغل معاه، لان 11 زعمت انه حي الضوي البلاد، راه ما بقاتش راه بقى دابا اليوم العمل جماعي، وان تكون جماعه لكل موسيقى اقليمي ويكون عنده مكسب قوي من اجل العمل، خصوصا كاين اليوم موسيقى اقليمي اخ مخلص اللي غيكون ايضا ممدوده لكم من اجل العمل، ما فيهاش الشك. وبالتالي غنرجع الشباب الحركي اللي كيتواجد معنا في القاعه، هل ثم قبلتوا بانه غتصوتوا على الاخ انه يكون منسق اقليميا للشباب الحركيه باقليم التواليت؟ بلا تفاح ارفعوا يدينا اجل التصويت. من؟ للشباب باقل من 35 سنه. الشباب. معتبرين الشباب، شكرا. من؟ من ضد الترشيح ديال الاخ؟ من ضد؟ كنشكر باش تصوت على باع عواطف. ماشي مشكل بين الاجابه، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه. لا الاخوان راه صوتوا جوج مرات، دابا كنهضر على اللي ما باغيش يكون منسق اقليمي. ديال الاخ طارق. دونك ما كاينش معارضه، ما كاينش شي واحد ضده، وبالتالي انتخبتوا بالاجماع اخ طريق منسق اقليمي للشباب.
خدمنا الان مع الخطيب الذي تم اختياره بالاجماع وبالتراضي كمنسقا اقليميا للحركه الشعبيه بتوريد فليتفضل بإلقاء كلمته. مشكور. اولا كنشكر الحضور الكريم المختلف التغاويل السياسيه المختلف الاطياف الاجتماعيه على الثقه اللي وضعوا فيا وعلى هذا الاجماع على الاسم ديال طارق الخطيب كمنسق اقليمي للشبيبه الحركيه باقليم توريد. اود فقط التذكير لمجموعه من الاهداف التي كنا نعمل على تحقيقها، وان شاء الله الرحمن الرحيم كنتمنى الله سبحانه وتعالى انه يوفقنا باش نحققوا هذه الاهداف. ومن بين اهم الاهداف هو اننا نخلقوا منظمه شبابيه فتيه اللي تكون عباره عن مدرسه للتربيه والتكوين، مدرسه عباره عن تربيه وتكوين من خلال انتاج وتكوين نخب على المستوى المحلي قادره ان شاء الله على حمل المشعل مستقبلا. المنظمه ديالنا غادي تلعب ان شاء الله الرحمن الرحيم داك الدور اللي ما كنقراوش في المدارس، اللي ما كنقراوش في ليزونفي، الدور ديال العمل السياسي الراقي والدور ديال التربيه والتكوين من اجل النخب السياسيه محليه ان شاء الله. الهدف الثاني والاساسي هو زرع ثقافه النضال في هذا الشباب الغيور الطموح، وعندما نتحدث عن النضال فتصورنا يختلف عن ذلك عن مفهوم المناضل الذي روج له من قبل، ذلك المناضل اليساري الذي ينزل الى الشارع حاملا لافته. ليس ذلك المناضل فقط ولكن النضال الاقتراحي من خلال مواكبة مطالب الساكنة ومن خلال ممارسة رقابة على المسؤولين على الشأن المحلي بمدينة توريد، وكذلك طبعا النضال في الميدان مع معية الساكنة وتحمل هموم الساكنة ومطالب الساكنة بإقليم توريد. الهدف الثالث ديالنا الأساسي هو تحقيق ثقافة التواصل والانفتاح على جميع الفاعلين السياسيين بالإقليم. وهنا كنوجه نداء وكنبسطوا الأيادي ديالنا وكنوجهوا رسالة لجميع الفاعلين السياسيين وجميع الشبيبات الحزبية أننا نحن كشبيبة حركية نؤمن بالعمل التشاركي الديمقراطي، والحزب ديالنا مفتوح على الجميع. وعندما نقول ان الحزب ما فيهش كولاسه، حزب ما فيهش امور اللي كدار في الخفاء، كنقولوا اننا مفتوحين على الجميع والايادي ديالنا مبسوطه على جميع التلاوين السياسيه بمختلف الايديولوجيات والانتماءات ديالها. وهنا كنوجه نداء للشباب والمجتمع المدني، وكنقول الشباب وكنلح عليهم انهم يخلقوا جمعيات، واكيد لن نختلف على دور جمعيات المجتمع المدني وعلى القيمه الاساسيه والكبرى اللي اعطاها الدستور. يعني هذه الامور هذه لا نقاش فيها، والشباب كنلحوا عليه وكنطالبوه انه ياخذ زمام المبادره، لانه ببساطه شعار ديال الشبيبه ديالنا من اجل شبيبتي قويه حامله للمشعل. وهذا الشعار يعكس اساسا الاهميه الكبرى لدور الشباب في العمل السياسي على المستوى الوطني والمحلي. وهنا لا بد من التفكير على الصعيد الحزبي، وخاصة أننا في محطة تنظيمية تأسيسية، لا بد من التفكير بأهمية الشباب في بناء المؤسسات الداخلية وأهمية الشباب في تداول النخب داخل هذه المؤسسات. كما نذكر
أهمية الشباب في إحداث التغيير المطلوب داخل حزب سياسي. يعني بدون هذه الفئة الطموحة المندفعة القوية يمكن للأحزاب أن تتكلس وتصبح أحزابا تقليدية محافظة، أحزاب تسود فيها سياسة ثقافة سياسية متكلسة. يعني بدون دور ديال الشباب ما يمكنش يكون تغيير ديال ثقافة سياسية داخل هذه المؤسسات الحزبية. وطبعا هنا لا ننكر دور القادة على المستوى المركزي ودور المناضلين الذين أعطوا الشيء الكثير للحزب، لكن اعترافا منا بأهمية الشباب نذكرهم ونطلب منهم لاختمام المبادرة والانخراط هذا العمل إن شاء الله الطموح والهدف. إذن طبعا الذي يلعب دورا في تغيير الثقافة السياسية من داخل الحزب والتنظيمات وفي تداول النخب وفي بناء حياة تنظيمية ديمقراطية تتداول فيها مسؤوليات النخب هم الشبيبة. ولهذا اختار حزب الحركة الشعبية واخترنا أن يكون ميلادنا داخل الإقليم أن يكون ميلادا شبابي، نبدأ بالشبيبة الإقليمية وهذا يعكس الأهمية الكبرى للشباب. فقط يتبقى لي أن أعيد الشكر لكل من وضع الثقة في اسم طارق مقطير، وهنا أقول الحزب مكتب حزب الحركة الشعبية وشبيبة الحركة الشعبية تقول لكم أن مكتب إقليمي للشبيبة مفتوح للجميع والباب ديال الانخراطات مفتوح أمام الجميع، وأي واحد يحس أنه عنده شي حاجة يقدمها التنظيم ويقدمها الإقليم مرحبا به. أذكر أن الباب ديال الانخراط في المكتب الإقليمي مفتوح أمام الجميع. وشكرا جزيلا مجددا والسلام عليكم.